الجزء الأول من الرعب النهاردة هيكون قصة من القصص الأرشيفية القديمة جدا من قصص الرعب، ويا ترى هتعرفوها ولا لأ. هبة خطيبتي، وش السعد عليا. بعد خطوبتنا بكام يوم جالي جواب التوظيف اللي كنت مستنيه وبحلم انه يجي من زمان جدا. اي نعم، كان لازم اسافر العريش الحقيقة علشان استلم الشغل، وده هيخليني ما اشوفهاش يمكن في الشهر هي مرة يدوب، وساعات كل شهرين. الا ايه يعني، دي كانت الفرصة الحقيقة اللي هتخليني اقدر اتجوزها في اسرع وقت ممكن، وبعد كده بقى نبقى نقعد مع بعض في اي مكان. لما جالي جواب التعيين وبلغتها يعني زعلت شوية، لكن بعد كده تفهمت الامر وبدأت تساعدني لتحضيرات السفر، لدرجة انها كتبت لي في كراسات وصفات معظم الاكل السهلة علشان لو الدنيا عطلت بيا ومعرفتش اكلمها. تحسها امي، متبنياني، مهتمة بيا. ده شيء بيسعدني وبيبسطني وبيفرحني وبيعوضني عن حنان امي، ربنا يرحمها يا رب. جي الميعاد وودعت هبة واستعنت بالله وسافرت. لما وصلت لقيت أشخاص غيري هيستلموا وظائف مختلفة، كل الناس مجتمعين في مكان لإجراء يعني زي ما بيقولوا إنهاء الإجراءات الروتينية. أثناء الانتظار اتعرفت على محمد من طنطا، وكنت أنا هو الوحيدين اللي جالنا التعيين في الوظيفة دي من مئات المتقدمين ليها. ارتحت لمحمد الحقيقة واتكلمنا كتير لحد ما نده على أسامينا علشان نخلص إجراءات استلام الوظيفة. اتصدمت لما قالولي اني انا اللي هدور على سكن، وان الشركة مش بتوفر سكن للعاملين وبتعوضهم بدفع الايجار فقط والحد ليمت معين، وعلي انا ان انا الاقي مكان للسكن يتوافق مع المبلغ اللي هم محددينه، ولو عاوز مكان بايجار اكبر انا بتحمل الفرق على حساب الشخصي. وإيمانا مني إن مش كل حاجة بتمشي سهلة، وإن لازم الواحد يسعى ويتعب، ولازم يعني يطلع لك عفريت يعكنن على الواحد فرحته، سكت وقفلت بقي وقلت لنفسي عادي، متضايقش يا عم المصطفى، درش باشا محلولة وكله هيبقى تمام. خلصنا إجراءات استلام الوظيفة ومشيت أنا ومحمد علشان نبقى ندور على سكن مناسب كويس معقول ويكون قريب برضو من مكان الشغل، واتفقنا ان احنا هنسكن مع بعض طالما ان احنا مرتاحين واحساس الراحة متبادل بينا. وبيني وبينك يعني الغريب دايما محتاج حد يكون ونس ليه. ولما خرجنا من الشركة حد من العمال القدام دلنا على سمسار منطقة من المناطق المحيطة بالشركة. لما رحنا له فرجنا على شقة وكانت كويسة وما لفناش الحمد لله، وقررنا منلفش خلاص، سعر مناسب وقريبة جدا من مقر العمل، وتوكلنا على الله واستقرنا على الشقة دي ودفعنا الفلوس واخدنا المفتاح كمان. وبدأ اول يوم في رحلتنا للحياة الجديدة. هبة كانت دايما قدام عينيا، ويمكن ده اللي خلاني اتقبل اي ظرف طارئ مهما كان، واتحمل علشان اقدر اتجوزها في اقرب وقت ممكن. فات 7 شهور ما بين سهر وتعب وشغل واحباط وساعات واشتياق، كل الأحاسيس اللي ممكن تتعاش مرت عليا خلال الفترة دي. كنت بنزل أجازة كل شهر 3 أيام، كنا بنبدل أنا ومحمد الأجازات لأن ما كانش ينفع ناخد أجازة إحنا الاتنين مع بعض. وفي يوم كانت أجازتي خلصت ورجعت الشغل والسكن تحديدا، لقيت محمد مبسوط وطاير من الفرحة وماسك ورقة في إيده. لما سألته عن سبب فرحته وكنت فرحان والله من غير حتى ما أعرف، قال لي هو شبه بيرقص: انت وشك حلو عليا يا مصطفى. خير يا صديقي، ايه اللي حصل؟ فرحني. اخيرا استلمت الجواب، جايلي من خطيبتي بعد ما اتأخر وصوله 2 يوم. جواب؟ ولسه في حد بيكتب جوابات؟ في يا عم فيسبوك، وفي فيس تايم، وفي واتساب، وفيديو كول، والدنيا سهلة يعني. انت يا محمد عايش في سنة كام؟ ايوة طبعا، قول والتريق. الجوابات دي يا حبيبي قمة في الرومانسية، مش رسائل الموبايل الناشفة الجافة ولا كلمتين تلاتة في التليفون، تفهمش انت في الحاجات دي، وتبني احلام وخيالات وحاجة اخر جمال. شم كده ريحة الجواب، شم
تحس بمتعة المراسلة. الجوابات ليها قيمة كبيرة قوي. وبعدين خليها لك انت المكالمات وسيب لنا يا عم الجوابات، علشان انا بالنسبة لي الجواب ده ما بروش مرة ولا اتنين، قول 10 20، وكل مرة تخيل موقف جديد واقرا بين السطور حاجة جديدة. انا راجل كلاسيكي بحب الجوابات. كلام محمد خلاني ابتسمت وسرحت شوية وانا بفكر فيه بخطيبتي بصراحة. قلت له تصدق يا اخي والله انها فكرة حلوة، انت معك حق، او حاجة نكسر بيها الروتين وحاجة من ريحة الحبايب. ايه رأيك بقى ان انا هقلدك واقوم اعمل الحركة نفسها واكتب لهبة خطيبتي حبيبتي جواب افاجئها بيه ومش هقول لها عنه اي حاجة تلاقيه كده جاي لها. خلصت كلام مع محمد ودخلت اوضتي وانا بستعد علشان فعلا اكتب اول جواب في حياتي. حطيت قبل ما ابدأ اكل للقطة بتاعتي وقعدت على مكتبي الصغير وبدأت اكتب جوابي الغرامي الاول. اثناء كتابتي للجواب حسيت مع كتابتي لكل حرف بصوت همس في ودني ونفس معايا في الأوضة. احساس غريب اول مرة احسه، مركزتش وما حطتش في بالي، لكني لاحظت ان القطة اللي موجودة قاعدة قدامي على المكتب وبصالي كأنها هيمنة فيا وفي ملامحي، كأنها انسان مش مجرد قطة. بالمناسبة القطة دي عشان تبقوا عارفين هقول لكم القصة بتاعتها بس كمان شوية. المهم انا حسيت ان القطة قاعدة سرحانة فيا وفي ملامحي زي ما بقول لكم. بعدها حسيت برعشة، رعشة خوف خبطت جسمي كله. استعاذت بالله من الشيطان ولا اراديا عناية دمعت. سبت الألم، قمت خرجت برا الأوضة، رحت لمحمد وقلت له محمد في حاجة غريبة بتحصل، معرفش ايه الإحساس اللي جوايا دلوقتي ده، أنا في رعشة ضربت في جسمي كله وشفت القطة وخفت. حسيت إن محمد ساكت وكأنه مخبي حاجة. حسيت إنه لما شافني خايف اتخطف، ولما حكيت له وشه اتخطف اكتر وظهر على ملامحه علامات خوف واضحة. قال لي بصراحة يا مصطفى انت من ساعة ما لقيت القطة دي على السلم وقررت تدخلها الشقة وانا مش مطمن، كدبت نفسي اكتر من مرة وقلت يمكن الموقف اللي جوايا واللي واخده منها راجع لاني ما بحبش القطط، وبصراحة ما حبيتش ازعلك وسكت. انا برضو قطط الشارع دي عندي مشاكل معاها، مفيش بيني وبينهم عمار الحقيقة، لكن الاجازة بتاعتك دي تحديدا كنت بحس انها مش طبيعية. والاحساس جوايا اتأكد لما سمعت في مرة صوتها والله العظيم كأنها بتتكلم مش بتنونة، النونوة بتاعتها كانت متقطعة ومتقسمة زي الكلام. انا خفت وزعتها برا البيت، لكن عشان انت ما تزعلش كنت بحط لها الاكل قدام الباب على طول، وقبل ما انت ترجع قلت ادخلها، وكويس انها جت منك والموضوع اتفتح. انا مش مرتاح للقطه دي. كلام محمد بالنسبه لي كان كلام غير منطقي، ده بيتكلم على قطه في الاخر، حيوان اليف غلبان. محمد هو اكيد ده احساس مش اكتر، تعرف ان احنا مش عايشين لوحدنا في الدنيا، يعني ممكن يكون حاجة عابرة حصلت، وخصوصا ان الشقة بتتقفل لفترات طويلة، لكن ما ننسبهاش للكائن المسكين اللي احنا بنكسب فيه ثواب. سيبك خلينا في الجوابات، انا هروح ادخل اكل القطة ولان هي شكلها كانت جعانة وممكن اللي حصل ده بسبب جوعها، واشوف بقى هعمل ايه في الجواب وانت كمان شوف هتعمل ايه. وقتها محمد كان لابس هدوم بخروج وقال لي انه هيروح يقعد على اي قهوة وفي جماعة اتعرف عليهم وناس محترمة على قدر من الثقافة، كانوا موظفين من الشركات المجاورة اللي ساكنين معانا في نفس المساكن المحيطة بينا. وقال لي تعال معايا غير جو. اعتذرت وقلت له انا محتاج فعلا انام، انا مجهد. نزل محمد وانا عملت كوباية الشاي واكلت القطة ورجعت الاوضة.
وأنا داخل الأوضة سمعت نونوة القطة بصوت مستفز جدا. زي ما محمد كان بيحكي بالظبط. رجعت أشوف مالها، ما لقيتش القطة. فص ملح وداب. قلبت عليها الشقة ركن ركن. الأكل بتاعها اتاكل في زمن قياسي مش منطقي إنها كانت تلحق تاكله مجرد ما سبتها ورحت لحد باب الأوضة. لكن هي ملهاش أثر، ملهاش أي أثر. قلت هتختفي بقى، استخبت لها في مكان وهتظهر في الآخر. الباب خبط. مع تركيزي وتدويري على القطة أنا اتخضيت بصراحة. رحت على الباب عشان أفتح وأشوف مين، فتحت ما لقيتش أي حد، لكني لقيت القطة قاعدة على الأرض كأنها كانت برة، وكأنها كانت هي اللي بتخبط. مش بس كده، القطة وهي قاعدة على الأرض كان جنبها جواب. حسيت ان رجليها مش شايلاني، ده كابوس ولا حلم ولا ده ايه؟ القطة كأنها حست ان الرسالة بتاعتها المطلوب توصلها انتهت. بصت لي وتأملتني وبعد كده مشيت. وقفت اللحظات وانا مسيطر عليا حالة من عدم الاستيعاب. كانش قدامي غير اني اخد الجواب اللي على الارض. جوايا فضول رهيب بيحركني ومش قادر اقاومه. مديت ايدي اخدت الجواب اللي مكتوب عليه اسمي ثلاثي، مصطفى سلامة البرديسي والعنوان. قفلت الباب وقعدت على كرسي وفتحت الجواب وبدأت اقرأ. توقعت رد فعل أحسن منك من المرة اللي فاتت يا مصطفى، علشان ما كانتش غلطتي من الأساس. أنا حاولت أبعد لكن مفيش فايدة، لا أنت هتقدر تستغنى عني ولا أنا هقدر أستغنى عنك. مصطفى من فضلك بلاش تجاهل أكتر من كده. للمرة الأخيرة، بلاش تجاهل أكتر من كده. أنا جسمي كان بيتنفض وإيديا بتترعش وعرقت. الورقة اتبلت في ايديا من كتر خوفي. سمعت صوت همس جاي من كل ركن في الشقة باسمي. كان صوت بنت عمالة تقول رعب وخوف مسيطرين عليا. خدت موبايلي وجريت على برا الشقة ونزلت الشارع. اتصلت محمد وانا بنهج ومش قادر اخد نفس من الرعب. واول ما رد قلت له تعال لي دلوقتي بسرعة، سيب اي حاجة في ايدك وتعالى حالا. وقفلت السكة من غير ما استنى منه اي رد. فيش 10 دقايق لقيت محمد جاي بيجري عليا، وتفاجئ اول ما شافني قاعد على رصيف قدام باب العمارة وسألني ايه اللي مقعدني بالمنظر ده. يعني زي ما بيقولوا جماعة الشتات نفسي، وحكيت له كل اللي حصل واخدته وطلعنا الشقة وخليته يقرأ الجواب بنفسه. ملامحه اتبدلت وخاف هو كمان، كان عمال يبصلي ويبص للجواب ويرجع يقرأ ويرجع يبصلي. وبعد ما خلص جبت له الورقة اللي كنت بدأت اكتب فيها الجواب ووريته الاسم اللي عليها. كان فكره شارد وايده بتترعش. قال لي الشقة دي مسكونة، أو القطة اللي أنت جبتها دي فيها مصيبة. القطة دي ساكنها جن، إحنا القطة دي تمشي والشقة دي نسيبها، أنا ما عنديش حل غير كده. برغم الرعب اللي كان ساكن جواه، لأن أنا كنت شايف
إن 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 الوضع مش طبيعي، لكن برضو مش الحل إننا نسيب المكان. عندي فضول، أيوة عندي فضول، عايز أعرف فيه إيه، عايز أحارب إحساس الخوف اللي جوايا، وعايز أعرف مين ناني. ناني اللي مكتوبة إمضتها على الجواب. قلت لمحمد: بص أنا مش هختلف معاك، بس أنا لازم أفهم اللي بيحصل. مش يمكن تكون ناني دي وراها قصة ومحتاجين نعرفها، أو تكون واحدة مقتولة مثلا ووراها سر وبتحاول تتواصل معنا وإحنا نكتشف السر؟ تكتشف إيه؟ ما تتقتل ولا تروح في داهية، إحنا مالنا؟ أنا مش عايز أكتشف حاجة يا عم مصطفى، أنا جاي هنا أشتغل، مش جاي هنا علشان أدور على عفاريت. وبعدين بقى سيبك من جو المحقق كونان ده والحاجات اللي أنت بتعملها دي. أنا هسيب الشقة، عايز تسيبها براحتك، وعلى العموم ما تلاقيش عفاريت، عايز تفضل قاعد أنت أقعد، هما بيطلعوا لك أنت. حسيته إنه اتعصب قوي وخلص كلامه، دخل الأوضة وأنا قعدت ماسك الجواب لحد ما لقيت محمد خرج من أوضته وقال لي: أنا نازل أقعد على القهوة شوية وهشوف سمسار علشان يشوف لنا شقة تانية. ونزل. قطع سرحاني وتفكيري خبط على الباب تاني. مين؟ مين؟ بلعت ريقي بصعوبة وأنا سامع صوت ضربات قلبي. مديت إيدي وفتحت الباب، لقيت القطة. القطة مجرد ما فتحت الباب جريت زي السهم ودخلت على قطي اللي كان بابها مفتوح. وأول ما دخلت القطة جوه الأوضة الباب اترزع واتقفل وراها. حطيت موبايلي في جيبي وقفلت باب الشقة وجريت على الشارع واتصلت بمحمد أسأله هو قاعد فين بالظبط. وصف لي، رحت له وأنا في حالة ملهاش وصف، خليط من الرعب والخوف والذعر وعدم الفهم وعدم الاستيعاب. طلب لي ليمون أشربه، هديت شوية وقلت له على آخر التطورات اللي حصلت بعد ما نزل، وإني موافقه على رأيه تماما إننا نسيب الشقة دي، لكن لازم نروح قبلها مكتب البريد نسأل عن الجواب ده، إيه حكايته، جه إزاي ومنين، لأن العنوان مكتوب عليه بالتفصيل. وافقني الرأي الحقيقة برغم إنه ما كانش مقتنع ولا فارق معايا. خدنا قعدتنا ورجعنا الشقة وفات اليوم، يعني خلاص بشكل طبيعي باقي اليوم وما حصلش فيه أي حاجة. لكن تسألني على النوم، لا شفت النوم ولا هو شافه. على الساعة 8 لبسنا ونزلنا في طريقنا لمكتب البريد. لما وصلنا دخلنا على واحد من الموظفين، كان كبير في السن، وريته الجواب وسألته عن المكان اللي الجواب مبعوث منه. أخد مني الجواب وقلب فيه مين وشمال واستغرب وبصلي من فوق لتحت، وبعد ثواني من نظرات الاستعجاب والتفحص فينا احنا الاتنين قال لي: جواب ايه؟ انا مش فاهم، انا ده الظرف قديم جدا والدمغة اللي عليه دي اتلغت من السبعينات. هو انتوا جايين تهزروا بقى ولا جايين تعملوا ايه؟ انتوا بتعطوا حاجة يا ابني؟ هو ايه اللي بنتعطى حاجة؟ انت بتخرف؟ ما بدايا في عنوان مكتوب والعنوان ده بتاعي، وبطاقتي هي موجودة فيها العنوان، وانا هجيلك عشان اهزر الساعة 8 الصبح. انا غلطان اصلا ان انا بسأل واحد زيك، اتخرف. خطفت من ايده الجواب ومشيت، ومحمد ماشي ورايا بيهديني وقال لي: زي ما قلت لك انا مش مطمن، الشقه دي مسكونه والقطه مسكونه، انا هسال حد من زمايلي
يشوف لنا حل. حد من زمايلك يشوف لنا حل يعني ايه؟ انا في واحد من زمايلي بيقعد يتكلم عن الجن والعفاريت كتير، يمكن يفيدنا. ما عنديش رد على كلام محمد، اصل كلامه مش هيكون اغرب من اللي حصل. سكت وطلعنا على الشغل، وفات اليوم وانا عقلي مشتت وعمال افكر في سبب اللي بيحصل، لكني ما قدرتش اشتغل. استأذنت من الشغل ومشيت ورجعت البيت. كنت حاسس ان حاجة بتجبرني ان انا ارجع غصب عني. ولما رجعت واول ما دخلت وقفلت الباب، مين؟ مين؟ محدش رد. بس بعدها سمعت صوت نونوة القطة. معرفش انا اتهيأ ليا ان انا سمعت جوه صوت نونوة القطة كلمة اناناني، الله اعلم. فتحت الباب لقيت القطة واقفة على درابزين سلم العمارة، ونطت لتحت واختفت. وعلى باب الشقة من بره لقيت جواب جديد، نفس الظرف القديم والطابع والاسم والعنوان. اخدته بسرعة ودخلت الشقة وفتحت الجواب. مصطفى، توقعت انك ترد عليا المرة دي، لكن برضو مفيش اي رد منك. انا مش فهماك، انت بتتعامل معايا كأنك مش عارفني ولا ايه؟ لو نسيت على فكرة انا ممكن افكرك كويس قوي. فقولي بصراحة، في حد تاني في حياتك؟ فقولي بصراحة وانا هنسحب من كل حاجة، بدل ما هزق وهين نفسي اكتر من كده. بس انا عايز اقولك حاجة، ان انا قبل ما هنسحب هقتلك يا مصطفى. هقتلك يا مصطفى. هقتلك يا مصطفى. الكلام اللي كان مكتوب في الجواب كأنها بتقوله. كنت حاسس كأن في وعيد وتهديد وعصبية في الكتابة، والتوقيع موجود، ناني. أنا في حد بيلعب بيا، مش مسألة جن ولا عفاريت. في واحدة عايزة توقع بيني وبين خطيبتي هبة. محمد جه في الوقت ده قبل ما يتكلم ولا يسلم ولا أي حاجة. قلت له أنا شاكك إن في حد بيحاول يفرق بيني وبين خطيبتي. وريته الجواب، رفض يقراه وقال لي لا يا باشا، لا يتلعب بيك ولا يتلعب بيا. أنا جاي دلوقتي وبأكد لك إن ده جن ومش بشر. عم صلاح قال لي مش ممكن تكون بشر أبدا، لأن أنا من ضمن الاحتمالات قلت تخمينك ده. أكد لي إن دي أفعال من عالم تاني، وإن أنا لازم نسيب الشقة، وموضوع القطة ليه علاقة، وقال لازم تمشوا لأن الأمور هتوصل إن حد فيكوا أو أنتوا الاتنين ممكن تموتوا. لو أنت بقى يا حبيبي عايز تموت، أنا مش عايز. قرر ورد عليا. أنا هنزل دلوقتي أقعد مع الناس على القهوة شوية، وبعد كده نشوف الكلام هيروح فين. نزل محمد وسابني أنا للحيرة والتفكير اللي بينهاشوا فعلي. وبعد ربع ساعة لقيت محمد بيتصل بيا وبيسألني، هي البنت كان اسمها ناني صح؟ أيوة اسمها ناني. شمعنى؟ صوته اتغير وارتبك وقال لي أنا جايلك، اوعى المرة دي لو الباب خبط تفتح. اوعى تفتح يا مصطفى، انا جايلك، ما تفتحش الباب يا مصطفى. قفل السكة بعد ما خلص كلامه. وحاولت اتصل بيه، تليفونه كان غير متاح. الباب خبط من جديد زي كل مرة. مين؟ ناني يا مصطفى، ناني. رحت وفتحت الباب، مش قادر اتحكم في فضولي اللي بينهش فيا. لقيت جواب تالت، اخدته وبدأت اقراه. ده الجواب التالت. انا عارفة انك ناوي تتجوز واحدة غيري، انت متخيل ان انا ممكن اسمح بده؟ انا مش هسيبك تتجوز، سامعني؟ مش هسيبك. اعتقد ان وقت الجوابات انتهى خلاص، اما لازم اجي علشان نتفاهم. هنتفاهم في الوقت ده. وانا بقرا الجواب سمعت صوت ضحكه جايه من اليمين والشمال،
حواليا كانت مخيفة. وبعدها سمعت صوت بيقول من هنا يا مصطفى، أنا حواليك في كل حتة، ده ملكي أنا، ملكي أنا يا مصطفى. التليفون رن، رديت بسرعة، كان محمد. محمد الحقني، دي طلعت عارفة عني تفاصيل كتير، عارفاني عارفاني. ايه ده؟ انت فتحت الجواب؟ انت فتحت الباب؟ مش قلت لك ما تفتحش حاجة تاني؟ ما تخوفنيش يا محمد، ما تخوفيش اكتر من كده. هو في ايه؟ فتحت الجواب ليه؟ فتحت الجواب ليه؟ عم صلاح قال لي ان زمان كان في واحدة اسمها ناني من اهل البلد هنا، عايشة مع جوزها في الشقة دي، وكانت بتحبه حب ما يتوصفش. جوزها ده كان كل حياتها، اتصدمت فيه ولقيته بيخونها، اعترف لها انه مش هيعمل ده تاني. بعدها اكتشفت برضو انه لسه مكمل، واكتشفت انه اتجوز عليها لانها كانت ما بتخلفش. اتجننت، كان اسمها ناني، وبدأت تفكر في الانتقام. شافت ان دي خيانة، انه يتجوز خيانة، خصوصا بعد الحب الكبير ما بيهون. حاولت تزعق وتهلل، وكان ناتج عنه ان جوزها طردها في الشارع وبدى مراته الجديدة عليها، نسي حبها ووقفها جنبه، كسرها ورماها في الشارع. وساعتها قررت تنتقم، وفضلت تراقبهم لحد ما قدرت تدخل الشقة وولعت فيهم. وفي الشقة أصابها حالة هستيريا رهيبة، جريت دخلت الشقة واتحرقت هي كمان معاهم. اللي حصل، نعم صلاح بيقول ان بعدها اي حد بيسكن الشقة بتطفشه، انما اللي بيحصل معاك ده شيء عجيب، مفيش عقل قادر يصدقه او يستوعبه. انا عايز اقولك ان خطيبتك اسمها هو نفس اسم الست اللي جوز ناني اتجوزها عليها. لا، وكمان انت اسمك الثلاثي هو اسم جوز ناني الثلاثي نفسه. في حاجة غريبة، في تطابق، يمكن هو اللي خلاها تعمل كده. انا جاي لك، ما تفتحش الباب ارجوك بعد كده، سامعني؟ حاضر حاضر. الباب بيخبط يا محمد، الباب بيخبط. قفلت مع التليفون. مين؟ افتح يا مصطفى، افتح. انا قلت لك ان انا هنا، خلاص انا جيت علشان اخدك، مفيش واحده هتقدر تاخدك مني. افتح افتح يا مصطفى. في الوقت ده لقيت التليفون بيرن، وحماتي اللي بتتصل. الحقني يا ابني، الحق هبه يا مصطفى، بقالها يومين بتبرق وبتتشنج وكأنها عليها جن، وتفضل تقول مش هتاخديه مش هتاخديه، هموتهولك وهموتك. انا مكنتش عايز اقولك، بس الحالة بتسوء، الحالة بتسوء يا ابني، ومش عارف اعمل ايه. انا مهبة في المستشفى دلوقتي. الخط اتقطع بعدها، كلمتها برضو الرقم ما بيجمعش، وسمعت من صوت التليفون وكأن حماتي رجعت تاني على الخط، ولكن بصوت تاني. ما تخافش يا مصطفى، ما تخافش عليها، يلا بقى علشان تيجي معايا، يلا عشان تيجي معايا. اجي معاك فين؟ هنروح للي مشيوا وللي سببنا. لا لا لا، انا مش عايز اموت، مش عايز اموت، مش عايز اموت. ورمت التليفون قدامي في الارض، لكن ظهر عند باب البلكونة المفتوح بنت بتشاور لي بإيديها إن أنا أروح. ملامحها كانت ضبابية، مش قادر أفسرها. لقيتني لا إراديا ماشي ورايح لها،
قربت أكتر وأنا مش قادر أتحكم في نفسي. طلعت وقفت على سور البلكونة وبتشاور لي برضو. لقيتني لا إراديا بطلع على سور البلكونة أنا كمان. شاورت لي إن أنا أنط في الشارع ولسه خلاص بهم علشان أنط. حاجة شدتني بمنتهى العنف وقعتني على أرض البلكونة. دراعي شبه اتكسر. ألم رهيب اجتاح جسمي. اللي شدني كان محمد. مركزتش في أي حاجة غير لما فقت ولقيتني في المستشفى ومحمد واقف جنبي وبيقول لي الحمد لله إنها جت على قد كده، لولا إن ربنا بعتني ليك في الوقت المناسب كان زمانك ميت. أنا دخلت لقيتك واقف على سور البلكونة زي ما تكون بتمشي وانت نايم وهتنط، وعمال تقول أنا جايلك أنا جايلك يا ناني. أنا خلاص قررت أجي معاكي، معرفتش أعمل إيه، جريت بسرعة وشديتك بعنف. الحمد لله الحمد لله إنك بخير. إحنا هنرجع على بيت عم صلاح وهنقعد عنده لحد بكرة الصبح. هو كده كده عايش لوحده، كده كده أنت هتاخد أجازة مرضي وأنا هاخد أجازة برضو، والشقة دي هننقل منها، وبفكر نسافر لنا يومين نرجع للقاهرة، وعلى ما نرجع يكون السمسار اتصرف لنا في شقة تانية. وناني يا عم تروح لحال سبيلها بقى، تروح لحال سبيلها. هما بيقولوا ان الموضوع كله مرتبط بوجودنا في الشقة اكتر من اي حاجة تانية، وتزامن الاسامي ده ساعد اكتر، لكن بيأكدوا ان احنا مجرد ما هنمشي من المكان اللي حصل فيه المصيبة دي كل حاجة هتروح. انساها وانسى الموضوع كله، دي افعال شيطانية. واحمد ربنا انها جت سليمة على قد كده. واذا كانت هي بتدور على حد تاخده معاها للعالم اللي هي موجودة فيه، يا سيدي عندها مليون حد اسمه مصطفى. ما وقفتش عليك انت، ولا انت بتفكر تروح؟ لا ما بفكرش في اي حاجة. مش هكدب عليكم واقول لكم ان الحياة بقت وردية، لا للأسف الحياة بقت صعبة جدا. مجرد ما سافرنا ورحت الهبة لقيت هبة بقت كويسة، لكن أول كلمة قالتها لي بعد ما فاقت أخرج برا، أنا مش هتجوز واحد زيك. وكل اللي على لسانها إنها شافتني في حاجة زي رؤية أو حلم، إن أنا بخونها وإن أنا بتجوز عليها. مامتها فضلت حرفيا تصوت وتقول لها أنت هتسيبيها علشان حلم. بصت وقالت لها ده مش حلم، ده اللي هيعمله فيا. يهديك يرضيك. فضلت اتكلم معاها بدل المرة مليون، وللأسف هي كانت واخدة القرار حتى لو واخدة غصب عنها، وقالت لي انها من وقت ما خدت القرار وبطلت تشوف الشخصية اللي كانت بتهاجمها في الكوابيس وبتحذرها مني، وكأننا الشيطان رجيم لازم يخرج من حياتها. احترمت رغبتها برغم ان انا كنت متمسك بيها جدا ومش عايز ان ده يحصل. طبعا بتسألوني الوضع دلوقتي ايه؟ الوضع دلوقتي ان انا عندي في الدرج بتاعي ما لا يقل عن 100 جواب كلهم مناني.
وزياراتها ليا لا تتوقف. يعني الموضوع لا مرتبط بمكان ولا الكلام ده خالص. الوضع اتغير كمان بعد فسخ الخطوبة. العلاقة بينا بقت لطيفة جدا علشان ما اكدبش. اعفوني من اني اذكر تفاصيل العلاقة دي، لكن اكيد انتوا تقدروا تستشفوا من نبرة صوتي ان انا راضي وموافق. ايوه انا راضي وموافق. انا بعد ما خطيبتي بعتني واكتشفت ان في واحدة تانية باقية عليا وشرياني حتى لو مش من عالم البشر، انا موافق جدا جدا على انها تكون بديلة. وعلشان كده هي ناني كانت البديلة. هي مش روح ولا طيف ولا جن ولا قرين ولا عفريت ولا غولة. هي مزيج من كل دول، مزيج أنا بحبه ومقتنع بوجوده، وبنهي السطور دي ليكم علشان دايما تفتكروا ناني وقصتها معايا، قصة البديله.